الموضوع وين تأخذ مسار حياتك العملية في الفترة القادمة من بعد ما تحدث لحظة التغيير هي بيدك أنت. لا تلوم الآخرين ولا تعطي القوة، هني القوة الساحر في يد الصولجان. أنت اللي في يدك أن تأخذ الموضوع الجديد وين ما حبيت. هني كأنما مثل ما قلت لك مطلوب منك طاقة التأني. فكر قبل ما تنفذ، فكر الحين أن انتهيت من القديم، راح أدخل في الفرصة الجديدة، وين أريد، شنو أريد أحقق، وين أريد أخذها. هل أريدها تكون ناجحة فقط على ال محليا، أريدها أن تصل إلى النجاح على مستوى الدولة، نجاح على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم، وين أريد أخذها؟ هذا هو السؤال المهم اللي لازم تطرحه عشان توجه نيتك وقاربك في هاي الجهة. وآخر شيء عشر الأغصان، كرت برج الحوت، العالمة الهاي بريستس، وهي حافظة الأسرار. مثل ما قلت لك يا برج القوس، أنت هني قاعد تتحمل الكثير، وقاعد حتى ما تعبر، هني داخل في طاقة ما تعبر عن مقدار الألم، مقدار التعب اللي أنت تمر فيه. برج القوس مش من الأبراج اللي يشتكي، في أبراج كثيرة. تبون تعرفون طبيعة الأبراج؟ شوف الكومنتات اللي يكتبونها أصحاب الأبراج تحت كل فيديو، راح تفهمون طبيعة الأبراج. اقروا ما تحت الكلام. إذا شفتوا طبيعتهم كثرة التذمر، اعرفوا أن هذين الأبراج من النوع اللي يشتكون. أنت ما تشتكي هنا يا برج القوس، وهو فعلا طبيعتك ما تشتكي، ولكن مش معناته أن معاناتك أقل من الآخرين، بالعكس أنت تحملت الكثير. وحان الوقت، لا تظل متمسك بالقديم، لأن حان الوقت أن تأتيك الفرصة الجديدة، هي تعطيك ما تستحق. لا تخلي الآخرين هنا يقولون لك ويملون عليك شنو اللي أنت تستحقه، خصوصا إذا شافوك في الفترة القادمة دائما جيبك مليان من الأموال، الأموال يأتونك بالراحة، المناصب والآخرين دائما هم اللي يطلبونك، عندك طاقة الآخرين راح يطلبونك في الناحية العملية في الفترة القادمة. لا تستغرب، هذه ثمرات صبرك، أنت صبرت وتحملت. طبعا التحمل هي من طبيعة الأبراج الترابية، ولكن أنت صبرت وتحملت، قمت بما يجب أو دفعت اللي عليك عشان تأسس لنفسك بداية جديدة. الله ما كتب لهاي البداية أن تنمو أو تظل قائمة، ولكن تأكد أن تحت هذا كله بداية أجدد. شوف الكرتات اللي تحت هي اللي توضح لنا في شيء توه تحت التربة. الزرعة لما تكون توها تريد أن تثمر، أول ما تبتدي تكون تحت التربة. خلال هذا الشهر أنت وضعك راح يكون توه تحت التربة، توه زرعة مستعدة أن تشق طريقها إلى النور. فلا أنت تحبسها هني، أن عندك شوية طاقة الحبس أو تريد أن تقاومها، عندك طاقة مقاومة، لا تقاومها، خلك منفتح. في كرت الساحر هني أشوف لك طاقة العالم، هو قوقعتك، يعني العالم في يدك. وين ما تريد تأخذ حياتك العملية قادما راح تقدر، الأمور سهالات. طاقة الماء دائما في الحياة العملية هي طاقة التسهيل، تسهيلات قادمة في طريقك. فلا تفكر شلون راح أسوي وشلون راح أصير اللي في بالي، كل الأمور والأبواب راح إن شاء الله تنفتح في وجهك، باب تلو الآخر. حان الوقت لتحصد ثمرات تعبك. اللي بعده راح أشوف يا أعزائي الجانب العاطفي. طبعا هذه القراءة العاطفية راح تكون عامة، مش خاصة بالمرتبطين أو المنفصلين أو غيره. القراءات التفصيلية راح إن شاء الله تكون خلال شهر يونيو. خلنا نشوف وضعك أو طاقتك العاطفية لهذا الشهر، شهر 6. أول كرت 10 الأكواب.
راضي بنصيبك، راضي، ما عندك، ما أشوف عندك طلبات تعجيزية مع الشريك وحتى تجاه الشريك، جدا قنوع. العربة، مثل ما حياتك العملية التسهيلات راح تأتيك في دربك، هني أشوفك أنت تقدم للشريك تسهيلات، تحاول أن تسهل العقبات اللي موجودة، احتمال موجودة أمامكم عشان ترتبطون. كارت برج العقرب، هل هو برج العقرب هو العقبة؟ يمكن أم الشريك، أمك أنت، أحد الوالدين من برج العقرب، لأن هني كأنما أشوف شخص واقف بالمرصاد لكي يمنع أو يؤخر على الأقل الارتباط والاجتماع بينكم. الخماسيين، يد، نعم، شفت العربة؟ العربة دائما تتوجه بسبب قوة اندفاعها فيها حصانين، تتوجه بشكل مباشر في شخص واقف أمامك أنت والشريك، يحاول يمنع، يأخر، يحط كنترول على هاي الارتباط، الاجتماع، السعادة اللي موجودة ومكتوبة لكم أنت والشريك. النصيحة والحل الوحيد تجاه هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص بالذات، الالتفاف. شفته وين واقف؟ تلتف حوله، يعني أيضا بمعنى آخر ما تواجهه وما تضيع أي طاقة وجهد في مواجهة هؤلاء الأشخاص، لا تعيرهم أي اهتمام وطاقة. وآخر كرت عندنا العالمة مرة أخرى، هل مطلوب منك أن شوي تكون كتوم؟ نعم، برج القوس من الأبراج الصريحة اللي دائما تلاقي عنده الجواب لكل أسئلتك، يقول اللي في قلبه على لسانه واللي في لسانه على قلبه، كأنما أحس أن شوية نصيحة لك خصوصا مع الشريك أو بخصوص وضعك مع الشريك، كن متكتما. ليش تكون متكتم؟ أشوف كأنما هني هذه كارت السعادة الكاملة، راح تحصل على مرادك وبسرعة. ليش أقول لك بسرعة؟ عندنا العربة، مو حصان واحد، حصانين، السرعة وبقوة وبمستوى حتى قوي، يعني حتى لو كان بصير الارتباط ما راح يكون في ارتباط أي كلام، راح يكون على مستوى. برج العقرب هني دائما هو برج أن الأمور تحدث على مستوى كبير، حتى لو ما كان في أشخاص واقفين بين الارتباط، هذا الكرت يقول لي الأمور راح تحدث على مستوى كبير، يعني ارتباطكم أو سعادتكم، انتقالكم لمنزل جديد راح يكون خبر يهز مثلا الحي. فلذلك مطلوب منك وانت مع الشريك شوية تكتم على الخير القادم في طريقكم. خلنا نوضح الكرتات. 10 الأكواب عندنا هني، النجمة، برج الدلو، احتمال أحد من برج الدلو يساعدك من أهلك. 10 الأكواب هو كرت اجتماع العائلة أيضا، فإذا في أحد من أهلك أو من أهل الشريك هو من برج الدلو، رسالة لك أن تثق فيه أو تسمح له على الأقل أن يساعدك، تسمح له أن يساعدك إذا كان هو يعرض خدماته. كأنما أشوفك أنت مع شريك راح تمرون بمرحلة جميلة انتقالية، تنتقلون إلى منزل جديد أو ترتبطون في بداية التخطيط للارتباط، فخل برج الدلو على بالك، تأثيره أتوقع راح يكون إن شاء الله جدا إيجابي. العربة، في كرت هنا عندنا انقلب، كرتين، 10 الخماسي، 10 الأغصان، مثل القراءة العملية إن إحنا خلاص هذا الحمل الثقيل نضعه، نرتاح لأن خلاص الاجتماع، الكوبين، الاجتماع بيننا وبين الشريك على الأبواب. الحمد لله إن الكثير من القوسيين راح ينالون منالهم أو أمنيتهم. النجمة هو كرت الأمنية، أمنيتهم قادمة في الطريق، مهما كانت أمنيتك تمنى، هذا هو شهر التمني. الفول، مثل ما قلت لك الالتفاف، عدم المبالغة في الحديث وعدم المبالغة في الوضوح، وإن كانت طبيعتك نعم واضحة،
لا شوية حاول هني. دائما الأحمق شخص أشوفه يخبي ويقول أنا ما عندي أي شيء أخفيه، فلأجل ذلك أن تفصح بالكثير عن المعلومات. لا، هذه الفترة كن فخورا أن يكون عندك أشياء خاصة فيك بينك وبين الشريك وتخفيها عن الآخرين، لا تكون منفتحا. أوكي. وآخر شيء الخماسيين الأثنين، هذا الكارت، ثمانية السيوف. ثمانية السيوف هني تقول لي ان اذا في اي شخص يريد ان، في اشخاص هني يريدون ان يحفرون لك حفرة، انت راح كأنما تحس الأشخاص اللي يحاولون يوقعون بينك أو يخربون عليك عملية الارتباط، عملية الانتقال السعيد. هؤلاء الأشخاص مثل ما قلت لك في البداية، التف حولهم وخلهم هني تشوف العصابة على عينهم. شنو ترمز العصابة؟ عدم القدرة على الرؤية، ولكن مش أنت اللي تسوي الشيء هذا أو تقوم به جسديا. ثمانية السيوف هي دائما مرحلة ندخل فيها باختيارنا الخاص. شلون يعني؟ تخليهم ما يقدرون يصلون لك، لا أنت ولا الشريك، ما يعرفون أخبارك، ما يعرفون التطورات اللي قاعدة تصير في حياتك، ما يعرفون العربة هذا اللي بينكم وين وجهتها القادمة، وين راح تختارون منزلكم الجديد، من وين راح تأثثون منزلكم، متى موعد الزواج. عليك أن تتركهم في وضع منفصلين، أوكي، وفي وضع تخليهم في الظلام، في الظلام ما عندهم أي معلومات أو حتى قدرة أن يصلون لمحيطك أو محيط الشريك. هذه المهمة تقع على عاتقك أنت يا برج القوس. خلك استعينوا على أموركم بالكتمان خلال هذا الشهر، خصوصا لما يكون قادم في طريقك شيء جدا جميل. آخر كرت العالمة، تسعة الأغصان. تسعة الأغصان مثل ما تعرفون هو كرت أن أصنع، ما بقى شيء، التسعة بقى القليل، ذهب الكثير، بقى القليل، مستعد أني أتحمل وأصبر لحد ما أصل إلى مرادي، أصل للشيء اللي في بالي. وأيضا هو كرت الحائط اللي نبنيه بيننا وبين الآخرين، نمنعهم من الاقتراب. هذه أيضا علامة ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب بعد هذه النقطة. حط حدود في الفترة القادمة، أنت بحاجة إلى أن ترسم مخطط وحدود. مثلا أهلي وأهلك، اتفاق هنا عندنا الخماسيين، أهلي وأهلك لأي درجة مسموح لهم يعرفون عن علاقتنا، شنو نوع التطورات اللي مسموح لنا نخبرهم فيها، وشنو الأشياء اللي نحتفظ فيها أنا والشريك لنفسنا. العالمة، الاحتفاظ، الكتمان، الاتفاق أيضا عندك كأنما أشوف راح تمر بفترة جدا متفق فيها مع الشريك، وقاعدين تخططون لحياتكم القادمة. أوكي، هذه كانت قراءتك العاطفية، قراءة جدا جميلة وطاقة جميلة يا برج القوس. هني راح ننظر الأخبار القادمة في طريقك، سواء أنت بانتظار الموافقة على تأشيرة، نتائج فحوصات، أي نوع من الأخبار اللي أنت بانتظارها راح إن شاء الله نلقي نظرة إليها. خلنا نشوف. الأخبار القادمة لبرج القوس. القمر، هذا حطه هني، فارس السيوف، الخماس الصغير، تسعة الأغصان مرة ثانية، وثمانية الخماسيات.
الأخبار القادمة في طريقك. في خبر موافقة مبدئية هنا. الخماس الصغير هو كارد أشوفه على أساس أنه موافقة مبدئية، ولكن موافقة تأتي بشروط، تأتي بأنظمة ولوائح. مثلا موافقة على مشروعك، ولكن في شروط مالية مع البنك، إجراءات لازم تقوم فيها عشان يحدث هذا المشروع على أرض الواقع. مثلا موافقة من الشريك حتى على الحمل، ولكن في شروط لما يصير الحمل نربي أبنائنا بهاي الطريقة. موافقة مثلا على الفيزا والتأشيرة، ولكن في شروط، لازم تجلب نوع معين من المال، لازم تجلب معاك شهادات الخبرة، لازم تقوم باختبار شخصية، مع شروط. مع شروط. هني عندنا كارت برج الحوت، اصبر وتحمل. برج القوس، انت عزيزي من الابراج اللي في قلبك على لسانك، واللي في لسانك هو يوضح اللي في قلبك. فهني كأنما حاول ان تستوعب هذه الشروط، لا تعترض لان ما في فايدة من الاعتراض. كأنما هني قاعد اشوف الشروط اللي راح تنحط عليك، هذه الشروط مجرد عشان يضمن فيها الطرف الثاني حقوقه. الطرف الثاني مر بتجارب سيئة، ممكن يكون شريكك، ممكن تكون جهة رسمية، مروا عليهم أشخاص سيئين أخلوا بالاتفاق. فعلى دورك أنت، على حظك أنت، راح يكون في شروط. خليك مرن، طاقة الماء هي طاقة المرونة. خليك مرن، لا تعترض، اطلع شوي من طاقة النار، طاقة العناد، وادخل في طاقة الماء اللي تقدر تستوعب أي شخص وأي شيء قادم في طريقك، وتحوله وتشكله على مزاجك. لأن عندنا في النهاية ثمان الخماسيات. ثمان الخماسيات تقول لي هني العجلة، مرادك العجلة اللي تحاول أنك تحركها، الشيء اللي تحاول أن تصنعه، في شيء أنت هني تحاول أن تنتجه، ممكن في مشروع، ممكن حتى داخل المنزل، في شيء تحاول تنتجه، تخلقه عندك، مو موجود حاليا، تبي توجده. معتمد على طريقة أدائك واستيفائك لهاي الشروط. فخليك مرن عزيزي، وراح أسحب لك كارت أخير تبع الرسالة التحذيرية لهذا الشهر، أو الرسالة التنبيهية، خلينا نقول ما الذي يجب أن تنتبه إليه خلال شهر يونيو. Okay, the Eagle King. كل الأعين ستكون عليك، لذلك شفنا كذا مرة تكرر هذا كارت برج الحوت القمر، وأيضا العالمة اللي طلع من شوي كارت برج الحوت، كارت الكتمان، كارت الغموض، لأن الأعين عليك. أنت هني تعتقد أن فقط أنت والشريك أو أنت وشخص معني راح تخوضون الأمر أو هذا الشهر، ولكن في طرف ثالث، 2+1=3. الواحد اصلا موجود لحاله، يبين لك ان في طرف ثالث، ممكن تكون جهه رسميه، ممكن حتى مدرائك، ممكن يكونون اعداء يمثلون انهم اصدقاء، ممكن يكونون اي شخص، اعينهم عليك كانما هني يترقبون، ينتظرون منك الزله. ولكن في نفس الوقت انا قاعد افسر لك اول شيء طاقه الرقم، ولكن طاقه الكرت نفسه طاقة ملك النسور. ملك النسور أو طاقة النسر بشكل عام هي طاقة الحماية، الحماية الربانية. نعم، الحماية الربانية راح تكون متوجهة أو محافظة أكثر عليك خلال هذا الشهر، لأنك إنما تريد أن تدفعك لتحصل على مرادك.